يبقى وين؟ تبقى مسألة الوعي اللي أركز عليها، الوعي الذاتي، إنه الإنسان الوعي الذاتي اللي يصير عنده، اللي هو يعرف التخصص اللي يفيده في مرحلة معينة، في مرحلة مبكرة، من يكون مثلا عمره مثلا خلينا نقول في مرحلة المراهقة 14 15 16 سنة، يبدي شوية شوية هو ينجذب لمهنة معينة، لتخصص معين، ويقدر يبدع بيه، ولو هذا مو موضوعي يعني اللي أريد أقوله، بس القصد حتى يبدي هو شوية شوية يتجه فكريا عقليا نحو تخصص معين بالمستقبل ممكن يبدع بيه، ممكن يبدع بيه مثلا كتخصص أكاديمي يمارسه بالكلية، أو قد يمارسه خارج المدرسة، مو فد مشكلة يعني. وأكو كثير من الشواهد، أكو ناس مثلا عنده أكثر من مهنة، يعني هو جامع ما بين تلقاه خريج تخصص معين ويشتغل بمهنة تعلمها مثلا خارج المدرسة، ومبدع بالاثنين، أو واحدة من عندهن تشتغل والثانية. القصد يريد أقول أنه مسألة الذكاء تختلف من شخص إلى آخر. مو كل الناس اللي فشلوا بالمدرسة هم ناس مو أذكياء، أوكي، ولا الناس اللي كملوا مثلا كلية أو معهد هم ناس مثلا ذكائهم ممتاز أو كذا. أكو تفاوت بالمسألة. بس اللي أريد أقوله أنه الذكاء له عدة تعاريف، تعرفه هواية، بس اللي أفهمه أنا الذكاء هو عبارة عن ملكة، هو تقدر تقول عبارة عن موهبة معينة، عبارة عن جوهرة الله سبحانه وتعالى مخليها لدى الإنسان، بحيث أنه يسخر طاقاته العقلية والجسمية والفكرية من أجل أنه يحصل فد مهنة معينة أو شيء معين يتقنه في هذه الحياة، حتى شنو، حتى يكسب رزقه، حتى تمشي هذه الحياة، حتى يعني يدخل له فد وارد معين من أجل أنه يمارس دوره في هذه الحياة، وعلى الأقل مو بس يمارس دوره، على الأقل أنه تنطيه فد مهنة معينة من أجل أنه يستمر في هذه الحياة ويكون إنسان محترم وهكذا. أكو ناس مع الأسف يستغلون ذكائهم بالطريق الغير شرعي، يستغلون قدراتهم العقلية في أمور مو حلوة، هذولا مو موضوع يعني، بس أقدر أقول لك مثل ما قلت لك الجميع أذكياء، ولكن درجات الذكاء تختلف.